السلام عليكم، ازيك يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشرح معاكم شيت 2 وشيت 3. هنبدأ بقى. احنا اتكلمت معاكم في اول سيكشن ان احنا الهدف بتاعنا ان احنا ندرس ازاي نحسب انتاجية المعدات. طيب المعدات دي احنا عندنا هتتقسم لمعدات ثابتة ومعدات متحركة. يعني ايه معدة ثابتة؟ يعني معدة بتشتغل وهي واقفة في مكانها زي الاكسكافيتور. ودي احنا عندنا 4 انواع، وهنتعلم ازاي نحسب الانتاجية بتاعتها. ومعدات متحركة زي اللودر والدوزر والسكرابر والتراكس. طيب أول حاجة هنتكلم، طبعا لازم تكون فاهم ان طريقة حساب الانتاجية لمعدات ثابتة غير معدات متحركة. طب أول حاجة هنتكلم عنها اللي هي الشوفل أو الفرونت شوفل أو الفيس شوفل. طب هي ليه بيتقال عليها فرونت أو فيس شوفل؟ علشان الباكت بتاعها أمام، البوكت أو الدايبر بتاعها أمامي. طيب المعدة دي بتتكون من 3 حاجات أساسية. أول حاجة اسمها البوم. البوم ده دراع للمعدة علشان نطول أو نقصر بيه. والستيك دي بتكون دعامة للباكت أو البوكت أو الدايبر. طيب يبقى كده احنا اتفقنا ان احنا عندنا 3 اجزاء. طب انا الهدف بتاعي طبعا ان احنا نحسب الانتاجية. عن طريق ان احنا نحسب الانتاجية هنقدر لو احنا عندنا مشروع او يعني مشروع هننفذه نقدر نحسب سعر السعر هيقف معانا قد ايه. طب انت تفتكر انت هدفك كمهندس عايز الانتاجية بتاعتك تبقى كبيرة ولا صغيرة؟ اكيد عايز الانتاجية بتاعتك تكون يعني كبيرة علشان المشروع ياخد وقت صغير. طيب ده بتعتمد على ايه؟ اكيد هتعتمد على حالة المعدة، مهارة السواق، سعة الجروف او اللي هي البوكت او الدايبر، ان المعدة تكون كفاءتها عالية. يعني ايه تزود كفاءة المعدة؟ يعني المعدة مثلا، بصوا يعني المعدة مثلا مفيش معدة هتشتغل في الساعة مثلا تشتغل 60 دقيقة كاملة. في مثلا معدة تشتغل 50 دقيقة، معدة تشتغل 55 دقيقة، معدة تشتغل 40 دقيقة. تمام؟ يبقى هنتفق ان مفيش معدة بتشتغل ساعة كاملة. فانت بتحاول ان المعدة بتاعتك تكون كفاءتها عالية، يعني مثلا تشتغل 55 دقيقة. طيب خامس حاجة ان انت تقلل زمن الدورة او تزود عدد الدورات في الساعة الواحدة. لما تزود عدد الدورات اللي بتعملها المعدة في الساعة الواحدة انت كده هتزود الانتاجية بتاعتك. اخر حاجة واهم حاجة ان احنا نبقى فاهمينها ان هي تقلل حاجة اسمها زاوية الالتواء. زاوية الالتواء دي اللي هي موجودة هنا يا باشمهندس، اللي هي السيوينج انجل. زاوية الالتواء دي تفتكر هتفرق معاك؟ يعني ايه نقلل زاوية؟ يعني تفتكر زاوية الالتواء بتاعتك وهي صغيرة ولا وهي كبيرة تكون الانتاجية بتاعتك كويسة؟ يعني انت تخيل كده الزاوية وهي صغيرة البوكت او الدايبر ده هيقدر ياخد الماتيريال بطريقة هو يعني متحكم فيها، ولا لما تكون الزاوية بتاعته بعيدة؟ اكيد طبعا لو فكرت فيها هتلاقي ان كل ما زاوية الالتواء تقل كل ما البوكت هيقدر يتحكم في الماتيريال اللي هي هتاخدها، وبالتالي هتزود الانتاجية. يبقى احنا كده اتفقنا ان انت لازم تقلل الايه؟ سيوينج انجل. طيب هنتكلم بقى ايه، وده الجزء المهم اللي بيجيلكم فيه مسائل. الورقة كده لا ممكن ما تبقاش واضحة معانا، خليها عادي. ان احنا ازاي هنحسب البرودكشن او اللي هي الانتاجية. لو فتحتوا معايا الكتاب بتاع الدكتور صفحة 27 او فتحتوا الداتا شيت على اول حاجة الشوفل، هتلاقي كده ان هو كتب لك الشوفل وعطي قانون البرودكشن. يعني حاجة اخر جمال، انت داخل الامتحان ومعاك القوانين سي في اس في 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 بي في اي. حلوة قوي. طيب وطبعا مكتوب لك كده بين قوسين ان وحدة البرودكشن ال سي واي لكل ساعة او ال سي ام لكل ساعة. طب فاكرين الرموز دي؟ انا بالنسبة للناس اللي حضرت معايا اول سيكشن احنا اتفقنا خالص ان احنا ما عندناش وحدة حجم. وحدة الحجم المتر المكعب دي احنا لغيناها. المتر المكعب دي بتتكتب على حسب نوع السويل، واحنا عندنا 3 انواع للسويل. ايه هما؟ بنك اللي هي موجودة في مكانها،
ولوز وايه وكومباكت. وقلنا ساعتها الوحدات البنك هيبقى ايه؟ بنك كيوبيك اوف متر. اللوز لوز كيوبيك اوف متر. الكومباكت كومباكت كيوبيك اوف متر. حلو قوي الكلام ده. طيب البرودكت يعني بالنسبه، طب ايه انا خلاص انتوا اصلا عارفين ان البرودكشن وحدته متر مكعب لكل ساعه. طب بس مهندسه، طب مش معنى هنا اللوز لوز كيوبيك اوف متر او لوز كيوبيك اوف يارد على حسب انت هتستخدم انه وحدات؟ مش معنى انت لما تيجي تاخد الماتيريال، الحفار لما يجي ياخد الماتيريال من مكانها، ساعتها الماتيريال بتاعتك هتتحول من بنك لايه؟ للوز، هتبقى مفككه. علشان كده الوحده بتاعتك ايه يا باشمهندس؟ لوز كيوبيك اوف متر. يبقى لازم كده تبقى فاهم ان الوحده بتاعتنا، لغينا كلمه متر مكعب من قاموسنا، تمام؟ الوحدات بتاعتنا على حسب نوع السؤال. طيب في مشكله كده. طيب ايه بقى كل الحاجات دي؟ بصوا الحاجات دي هي لعبة صغيرة، انت لو عرفت كل حاجة بتستخدمها ازاي وبتطلعها من الجدول ازاي، مشكلتك هتتحل. طيب تعالى نتكلم عن حاجة حاجة. لو اتكلمنا عن السي، السي ده هنلاقينا بنطلعه من جدول 3 3. ده بيحسب لك ايه؟ ده بيحسب لك السايكلز بير اورز. يعني ايه؟ عدد الدورات اللي بتعملها المعدة في الساعة. طيب الجدول ده شكله عامل ازاي؟ هتخشوا كده الجدول هتلاقي ان هو مقسم لك. طبعا يعني لو انت فكرت هي عدد الدورات اللي بتعملها المعدة في الساعة، ايه اللي هيأثر فيها؟ اول حاجة هيأثر فيها حجم البوكت، البوكت بتاعك كبير ولا صغير ولا ايه المقاس بتاعه. وتاني حاجة هتأثر معنا الماتيريال، اكيد باختلاف نوع الماتيريال، يعني الماتيريال اكيد ليها تأثير على عدد الدورات المعدة هتعملها في الساعة. فهنلاقي ان هي متقسمة على حسب نوع الماتيريال وعلى حسب الماشين سايز. وهنلاقي ان الماشين سايز مقسمها لسمول وميديم ولارج، ودي انت هتقدر تحددها لان هو هيبقى قايلك في الامتحان حجم البوكت، فانت هتقدر تخش تجيبه. طيب تمام جميل، كل ده كلام حلو قوي. بس هنلاقي كده ان في خط كل حاجه، كل مقاس متقسم لحاجتين، لحاجه اسمها بوتوم دامب وحاجه تانية اسمها فرونت دامب. ايه ده؟ كل واحده كده متقسمه للموضوع ده. يعني ايه بوتوم دامب ويعني ايه فرونت دامب؟ كلمه دامب اللي هي طريقه الالقاء. يعني ايه طريقه الالقاء؟ يعني بص الفرونت دامب اللي هي طريقة الإلقاء العادية اللي هي عادي الباكت الكوبشة كده، تمام؟ بإيدي، معلش أنا أسفة، هي هتاخد الماتيريال وهترميها أو هتحطها في المكان بتاعها، مكان التشوين بتاعها، خلاص. طيب لكن الفرونت ده، لكن سوري ده الفرونت، لكن البوتوم دامب ده إيه؟ بيقول لك إن في ساعات في معدات بيكون البوكت بتاعها أو الدايبر في بوابة، البوابة دي بتتفتح وتتقفل. دي طبعا بتكون سهلة جدا، وساعتها بيكون طريقة الإلقاء يا باشمهندس البوتوم دامب. خلاص كده تمام. يبقى احنا كده ايه فهمنا كل حاجة عندنا في الجدول. طيب لو جينا كده بصينا للجدول عندنا من الكتاب، الناس اللي معاها الكتاب صفحة 28، والناس اللي معاها الداتا شيت هتلاقي اول ما تفتح كده المعدات، اول معدة هيلاقي مكتوب الشوفل وكاتب لك القانون بتاع البرودكشن، عطولك جيفن، والجداول عندنا او جدول 3 3 بيحسب لك الستاندرد سايكل بير اور فور هيدروليك شوفل،
وهنا قايل لك ادي هنا نوع الماتيريال على حسب سوفت ولا افريج ولا هارد، وطبعا نوع الماتيريال هو هيبقى على طول جيفن في المساله، وعلى حسب الماشين سايز سمول ولا ميديوم ولا لارج، وقلت لك هو هيبقى مدي لك حجم البوكت بتاعك، يعني على حسب، يعني مثلا هنا اللي اقل من 5 يارد او 3.8 متر مكعب هيبقى سمول، اللي ما بين 5 ل 10 يارد او ما بين 3.8 ل 7.6 متر مكعب يبقى ميديم، اللارج اللي أكبر من 10 يارد، وهنلاقي إن أغلب المسائل بتاعتنا هتكون سمول خلاص. وبعد كده كل خانة متقسمة لبوتوم وفرونت دامب. طب تعالى كده نفكر، تفتكر مين الأفضل في طريقة الإلقاء، طريقة الإلقاء البوتوم ولا الفرونت؟ مين اللي هيزود لنا الإنتاجية؟ طبعا هنلاحظ حاجة في كله، ان عدد الدورات اللي بتعملها المعدة في الساعة في حالة البطن اكبر من عدد الدورات اللي بتعملها المعدة في الساعة خلاص في حالة الفرونت. تمام، يبقى احنا كده فهمنا ان هي ايه، البطن بيزود الانتاجية. تمام، يبقى الموضوع سهل. هتشوف مثلا لو انا قلت لك في المساله ان هي كومن ايرث، وانت دخلت من السايز مثلا ان انا اعطيه لك وسمول، وقلت لك فرونت دوم، بيبقى الدوم بيبقى هنا ايه، يبقى 150 دوره في الساعه. في كده مشكله في النقطه دي؟ تهيألي كده ان الموضوع بسيط. ده كده ادي السي. طيب ايه بقى الاس؟ الاس ده معامل زاويه الالتواء، وده هنجيبه من جدول 3-3. طب هتجيبه ازاي؟ بص بقى، احنا انا اتفقت معاكم في الاول خالص واحنا بنتكلم ان زاوية الالتواء دي كل ما تزيد كل ما الانتاجية هتقل. ليه؟ علشان البوكت هيكون عنده صعوبة وهو بياخد ايه، الماتيريال من الارض، السويل من الارض. طيب يبقى انا كده نفهم ان كل ما الزاوية هتزيد كل ما الانتاجية هتقل، كل ما المعامل هيقل، هي كده حاجة مرتبطة ببعض. هو طبعا هيبقى عاطيك جيفن السوينج انجل، بس انا عايزك تبقى فاهم وحاسس النقطة دي، ان السوينج انجل كل ما هيزيد كل ما المعامل هيقل. يعني لو دخلنا كده الجدول 3-3 اللي موجود عندنا في الكتاب، هنلاقي ان هو طبعا هيبقى عطينا زاوية الالتواء مثلا 60 60، يعني مثلا هنلاقي هنا 45 60 75، عموما اي كان ال 45 المعامل بتاعها 1.16، يعني عارف يعني ايه 1.16؟ يعني معناها ان هو زود الانتاجية بنسبة 16%. 60، بص لما تبقى الزاوية 60 1.1، يبقى معناها زود الانتاجية بنسبة 10%. لما يكون 75 يبقى 1.5، يبقى بص رقم صغير. 90 يبقى 1. 120 94، يبقى كده معناها ان هو قلل الانتاجية. انت فاهم اقصد ايه؟ يبقى هنلاقي ان كل ما الزاوية هتزيد كل ما المعامل هيقل، يعني ده كده معناها ان البرودكشن بتاعتنا ايه، قلت. حلو كده الكلام، تهيألي الكلام سهل. طيب هنيجي بقى عند حاجة مهمة وهي الفي. الفي بقى دي كده ايه، فتحوا مخكم معايا، حاجة اسمها الهبت بوكت سايز او الهبت دايبر سايز. طيب البوكت سايز او الدايبر سايز احنا قايلين عليه وقايلين ان هو هيدونا في الامتحان، بس برضو انتوا مش فاهمين يعني ايه كلمة هبت. بص يا باشمهندس، احنا لما نيجي نملى ادي، لو هفترض مثلا ان انا عندي كوباية، ممكن الماتيريال بتاعتي تتملى كده، لو مثلا الكوباية دي لغاية الحرف، لو حملة مثلا رز مثلا هياخد حجم زيادة كده، لو مية
هلاقي ان الخط هيكون عامل كده صح يعني تمام. سيبكم من المياه دي بيسموها ووتر لاين. عموما يعني لما المادة تاخد الكوباية بالظبط او الماتيريال تاخد الكوباية بالظبط دي بنسميها استراك خلاص، وحجمها بيكون حجم البوكت. طيب لكن لما الماتيريال بتاخد كده البومب ده خلاص هنسميها الهبت، وطبعا المتعارف عليه ان لا هي بتاخد ايه الشكل اللي هو الهرم الكون ده. طيب دي بتكون زيادة عن الحجم اللي هو الاستراك بنسبة 10%. يبقى احنا كده هنتفق ان طريقة اللي هي هتتملى بيها البوكت ليها طريقتين، اما هتكون استراك اما هتكون هبت. لو هو قال لك الاستراك بوكت سايز بكذا بتمانية من عشرة، يبقى انت لما تيجي تعوض عنها في القانون هتقول لي 8/10 في 1/1. ليه؟ لان احنا لازم نكون هبد، الهبد بنزود 10%. يبقى كده هتفق كده. ادي مثال علشان نتفق، عشان دي حتة مهمة. لو انا جيت عطتها لك جيفن في المسألة قلت لك كلمة استراك بوكت سايز بـ8/10 متر مكعب، يبقى انت كده لما هتروح تعوض في القانون بتاعك يبقى الفي هتساوي ايه؟ 8/10 في 1/1. ها في اي استفسار في النقطة دي؟ يعني انت قايل ان انا كده ايه وصلت لكم على قد ما اقدر. طيب ناقص لنا البي. ايه بقى البي ده؟ البي اللي هو البوكت في الفاكتور. البوكت في الفاكتور معامل ملء البوكت. ما انا كده ما جيت قلت لكم على الفي ان هو هيتملى معانا بشكل هبت صح؟ بس انت هتقولي ممكن بتختلف من ماتيريال للتانية. هو ده المقصود بمعامل الملء. طيب ده هنجيبه من جدول ايه؟ من جدول 3-2. بس جدول 3-2 ده لكل المعدات، اي قانون معدات فيه معامل ملء البي سواء معدات ثابتة او معدات متحركة هتجيبها من جدول 3-2. حتى انت كده انا للأسف معيش الداتا شيت دلوقتي، هتلاقي جدول 3-2 وبعد كده اول حاجة الشوفل وبعد كده كتب لك قانون الشوفل وحطت لك جدول 3-3 خلاص. يبقى الجدول ده هنتفق ان هو يا باشمهندس لكل المعدات. طيب هتفق معاكم على حاجة، وحاجة مهمة جدا بتفرق مع الدكتور. بيقول لك هنا طبعا ده بيكون على حسب نوع الماتيريال، يعني هو جدول سهل جدا. يعني مثلا لو ماتيريال كومن ايرث او لوم هيبقى المعامل من 8/10 لـ1/1. الفكرة هنا ان الدكتور حدد حاجة معينة، يعني مثلا ايه، مش هتفق معاكم ان احنا هناخد الافريج في كله وخلاص، لا هتفق معاكم ان هي لو كومن ايرث هتبقى 8/10، لو لوم هتبقى 1/1. لو ساند اند جرافل ده نوع يعني واحد يبقى هتاخد 95%. هارد كلي هتاخد الافرج من 65، هتاخد اللي في النص. ويت كلي هتاخد اللي في النص. قال لك بقى اللي هي الروك دي ويلي بلاستيد هتاخد في النص، بورلي بلاستيد هتاخد برضو اللي في النص. يبقى اللي عندنا بس هتفرق فيها اللي الدكتور ممكن يعرف منها اللي هي كومن ايرث، هي دايما هتجيلنا كومن ايرث. الكومن ايرث هناخدها 8/10 خلاص، لكن الباقي طبعا بناخده كله ايه الافرج خلاص. في مشكله كده في البي، يبقى البي ده معامل الملء، ومعامل الملء دي علشان حته اللي يعني ايه اللي احنا قلتها اللي هي الهبت باكت سايز دي برضو بتختلف من ماتيريال للتاني. ففي معامل مهم لازم ناخده في الاعتبار اللي هو معامل الملء، وده زي ما اتفقنا ان هو لكل المعدات. طيب اخر حاجه بقى اللي هي الاي، اللي هي ايه
كفاءة المعدة، ودي بيبقى اعطاها لك جيفن. يعني هي بص بيديها لك جيفن بكذا طريقة، يعني مثلا ممكن يقول لك ان هي الكفاءة 80%، 90%، بخلاص 8/10، 9/10، او يقولها لك ان المعدة الكفاءة بتاعتها 50 دقيقة في الساعة، سوري في الساعة، نديها لك كده. يبقى انت تفهم ان الاي هتبقى 50/60، تمام؟ فهي هتيجي كده هي كده. ولو ما اعطالكش جيفن مثلا افرضها 80%، يعني مش هتأثر معانا في حاجة. في اي استفسار كده؟ خلاص يعني الموضوع كله سهل. طيب تعالوا نحلوا ايه مسألة من الشيت. طبعا انتوا لما يعني هتلاقوا المسائل طبعا بتاعت الامثله اللي الدكتور حلها معاكم في المحاضره، مهم ان انت طبعا تحلها. وفي مسائل في الشيت هنقراها مع بعض، وهنطلع ايه الارقام. انا هنقي كده من كل شيت مثلا كام مساله ايه نحلها بحيث ان احنا نطبق. يعني مساله رقم 2، كله شايف معايا مساله رقم 2 صفحة 33. مسألة رقم 2 بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك ايه 3 كيوبيك يارد او 2.3 متر مكعب. بص يا باشمهندسين، انا ايه خلينا في الوحدات اللي احنا متعودين عليها، متر مكعب كده يعني. فاحنا عندنا 2.3، ايه استراك كاباستي؟ يبقى ايه؟ يبقى انت كده لازم كده من الاول عارف ان الفي هتبقى 2.3 في 1.1، هي دي اللي احنا بنعوض عنها. طيب وقايل لك ان طريقة الالقاء ايه؟ بوتوم دامب. وطبعا لازم من اول المسألة طبعا هيدروليك شوف اللي لازم تحدد انت في انه معدة عشان لما تيجي تفتح الداتا شيت تفتح عليها بالظبط. بيقول لك ان هي هتستخدم علشان تحمل تربة ويل بلاستيد روك، يبقى هي كده نوع السويل بتاعنا، تمام؟ هتحملها للتراك اللي هي للعربيات. وان الشوفلز افريج سيوينج انجل از 120، يبقى زاوية الالتواء 120 درجة. وقال لك ظروف العمل كانت جيدة وظروف الادارة ممتازة. بيقول لك احسب لي شوفل اورلي لودينج برودكشن، يبقى عايزك تحسب له انتاجية المعدة بالساعة. بس كتب لك كلمة كده ايه in bank measure. as you هنفترض ان السويل هتنتفش equal packet heaving، يعني السويل النسبة اللي هتنتفش بيها بنسبة الباكت هيبينج اللي هو يعني نسبة الانتفاش هتبقى 10%. طيب عادي، يبقى القانون بتاعنا هنكتبه اللي هو البرودكشن سي في اس في 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 بي في اي. طيب طبعا الدكتور معرفش هو قال لكم ولا لأ، او انتوا اخدتوا بالكم ولا لا، الدكتور بيحب جدا وانت بتحل المساله تبقى كاتب التيبل بتاعك رقم كام. يعني هنكتب كده تيبل 3 3. طيب هنا نوع التربه ايه؟ ويل بلاستيد روك، يبقى هنا ويل او تيبل 3 3، ويل بلاستيد روك هنا 2.3 متر مكعب اللي هي اقل من 3.8، يبقى انا كده في السمول. وهو قايل لي ان هو بوتوم دامب، يبقى هنا الرقم بتاعي هيكون 170، يبقى كده 170، يبقى السي معانا 170 دوره في الساعه. طيب الاس اللي هي زاويه الالتواء، زاويه الالتواء هو عطانا بكام؟ ب 120. 120 يبقى نخش نجيب اهو من جدول 3 3، يبقى كام؟ 94%. يبقى اس برضو من نفس الجدول 3 3 ب94%، والفي 2.3 في 1.1، والبي الباكت في الفاكتور هنخش اللي هو ايه بقى تكتب له كده جدول 3 2، هنخش نجيبه اللي هو ويل بلاستيد روك، هناخد رقم في النص يبقى 8/10.
والاي افرضها انت 85%، اي كان ايه خلاص، وهتشوف هيطلع معاك كام. ال لوز كيوبيك اوف متر لكل ساعة. حلو قوي. بس مفيش كلمة كده وقفتكم في المسألة دي؟ انا في كلمة بصراحة مضايقاني، معرفش وقفتكم ولا لأ، مش عارفة بصراحة احسسكم ايه وانا بشرح. كلمة ان هو عايز تحسب البرودكشن ان بانك ميجر. طب ما انت يا باشمهندسة قايلالنا ان التربة نوعها ايه؟ لوز، صح؟ فاحنا اصلا الجدول بتاعنا او الداتا بتاعتنا بنحسب الانتاجية باللوز كيوبيك اوف متر. طب لو انا عايزة احولها تمام واخلي الوحدة بتاعتي تكون بانك كيوبيك اوف متر لكل ساعة، هتعمل ايه؟ هنقسم اكيد على رقم. هو بصوا انتوا اكيد عارفين ان حجم، الناس اللي حضرت معايا، التربة وهي لوز بيكون اكبر من حجم التربة وهي بنك. فاحنا هنا هنقسم على الرقم بتاعنا اللي هو ايه، هو هنا قايل لنا ان التربة بتنتفش بنسبة 10%، يبقى احنا هنقسم على 1.1. يعني شوف مثلا لو الرقم بتاعنا 285 اقسمه على 1.1، حتى هتلاقي ان الرقم هيطلع معانا اقل. يعني انت لازم تلاقي ان الرقم الانتاجية بتاعتنا بالبنك كيوبيك اف متر يكون اقل من اللوز كيوبيك اف متر. طيب طب لو هو ما قالكش الجملة الاخيرة ان السويل هتنتفش بنسبة الباكت، يعني زي الباكت هيبنج اللي هي النسبة العشرة في المية، لو ما قالكش الكلمة دي هنعمل ايه؟ هنخش جدول. الجدول ده في اول صفحة عندنا في الداتا شيت، اول صفحة عندنا في الداتا شيت، بس اطلعه جدول 2-2. ان لم يعطى نسبة الانتفاش في المسألة وده موجود كتير، بنخش جدول 2-2. هنلاقي ان الجدول ده جايب لك كل انواع السويل وكاتب لك الجاما بتاعتها في حالة اللوز والبانك والكومباكت ونسبة الانتفاش ونسبة الانكماش واللود فاكتور والشرينجش فاكتور. احنا هنروح لخانة السويلينج خلاص وتشوف نوع السويل بتاعنا ايه وتجيب نسبة الانتفاش وتقسم على المعامل 1.5 1.25 على حسب ايه الحاجة خلاص. طبعا انت بتعمل تشيك على نفسك ان احنا بنلاقي الحجم الانتاجية وهي بانك كيوبيك اوف متر اقل من الانتاجية وهي بانك كيوبيك اوف الانتاجية وهي بانك كيوبيك اوف متر اقل من لوز كيوبيك اوف متر. يعني برضو يعني هي المسألة دي انا كده حلتها معاكم، ان شاء الله اكون ايه يعني فهمتوا الدنيا ماشي معايا ازاي. برضو عشان اكد على المعلومة اللي انا لسه قايلاها دلوقتي، ان هنا مثلا في مسألة بيقولك الحجم بتاعك 2.68 هبد، خلاص شكرا مش هنضرب هنا في 10%، وشوفل تمام، وبوتوم دامب، وان نوع التربة تاف كلي او هارد كلي، وان السيوينج انجل بتاعتنا 120 درجة، والكفاءة 75%. بيقولك احسبها لي ان بانك ميجر، بس انا ما قالكش الكلمة الاخيرة، فانت هتحسب عادي باللوس كيوبك وهتروح بقى انت هنا عندك ايه هارد كلي، هنروح جدول ايه تيبل وتقوله الجدول ده انت جايبه من تيبل 2-2 هارد كلي او تاف كلي كلي دراي طف كلي، فين الكلي؟ كلي، خد الدراي او الويت عادي هما الاتنين، خدها دراي خلاص. يبقى نسبة الانتفاش كام؟ 23%، يبقى هنقسم على 1.23% خلاص. فايه انتوا ايه ظبطوا المسألة بتاعتكم. هنخش على تاني معدة عندنا وهي الهوس. في حد عنده كده ايه؟ طبعا اللي عنده اي استفسار او اي حاجة يعني ايه يبعتلي وانا ان شاء الله هرد عليكم. هنخش بقى على الهوس تاني معدة عندنا فين؟ اهي اهي الهوس.
تمام كده الورقة ماشي. هنتكلم عن تاني معدة اللي هي الهوس. بيتقال عليها الهوس او الهيدروليك اكسكافيتور او الباك هوس. وطبعا ممكن تكونوا استنتجتوا هي ليه اسمها الباك هوس علشان شكل البوكت بتاعها خلفي، وطبعا بيكون فيها البوم والليستيك والبوكت، يعني هي نفس المكونات اللي عندنا. طبعا ما تشغلش بالك هي مش بيجيلك في الامتحان، بس من باب العلم بالشيء. طيب ازاي بقى هنحسب الانتاجية بتاعة الهوس؟ بصوا بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب هنلاقي، هنخش كده على في الداتا شيت. طبعا انا بتكلم على الداتا شيت دايما علشان هي دي اللي انت هتخش بيها الامتحان. فان شاء الله هتخش على الهوس، هتلاقي بقى تاني صفحة بعد الشوفل الهوز، وكاتب لك برضو القانون بتاع البرودكشن بيساوي سي في اس في 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 بي في اي. خلاص برضو الفكرة ان احنا نعرف كل حاجة هنجيبها منين. طبعا الوحدة بتاعتنا زي ما اتفقنا هي معدة ايه، بتتعامل مع التربة، بتاخدها من مكانها، بعد ما تاخدها من مكانها بتبقى مفككة. يعني الوحدة برضو بتاعتنا ثابتة يا باشمهندسين، لوز كيوبك اوف متر لكل ساعة. طيب كل حاجة بقى ايه هنتعامل معها ازاي؟ السي، السي اللي هي ايه؟ السايكلز اللي المعدة هتعملها في الساعة الواحدة. طيب دي هنجيبها منين؟ هتجيبوها من تيبل